مارتينيز مقطوع الكرة وخطيرة تصل من غويريرو. غويريرو يحاول بهذه الهجمة. غويريرو ما يزال يحاول. ملعوبة فارغاس. فارغاس في المرمى. فارغاس في المرمى. هدف ثاني للبيرو. هدف ثاني للروخا بلانكا. وينجح سيرجيو ماركاريان. وينجح الجميل خوان مانويل فارغاس في إحراز هدف ثاني. والتفاهم الكبير بينه وبين خوسيه باولو غويريرو ينجح في وضع القدم الثانية لمنتخب البيرو في الدور نصف النهائي من أمام منتخب كولومبيا. هذه عادة. هذه كرة غويريرو. شوفوا المكان اللي أخذه أيضا خوان مانويل فارغاس. والتسديد باليسرى على يمين الحارس لويس إنريكي مارتينيز. مارتينيز حافظ على شباكه نظيفة في ثلاثة مباريات، ولكن هنا يسجل